السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة معايا تعاون مع حبيبة قلبي دينا. دينا حبيبة قلبي، صاحبة قناة سوبر دودي، كل ما يخص حياتك اليومية. دينا بنات من القنوات الجميلة جدا جدا، بجد في قمة الجمال والروعة. أنا بحب أدخلها وأتابع كل موضوعاتها. دينا بتقدم لنا حاجات جميلة قوي قوي، هتدخلوا قناتها وبجد هتعجبكم. دينا بتقدم لنا ازاي تعملي الرنجة واحنا داخلين طبعا على شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين. هتعلمكم ازاي تعملوا الرنجة بطعم جميل وبطعم جديد جدا، وبرضو بتعلمنا ازاي نعمل كريم كراميل بطريقة سهلة وجميلة ولذيذة. دينا بقى شطورة في الحلويات، مش هقول لكم، بتعمل فطاير وبتعمل حاجات جميلة جدا، برضو بتعمل طبخ وبتعمل تنظيف ومفروشات وحاجات في قمة الروعة والجمال. دينا برضو عملنا طريقة الغسيل المواعين، لو عندك مواعين بصي مش عارفة تغسليها، بجد بجد عاملة طريقة ومكونات جميلة جدا وسهلة وبسيطة من عندك في البيت، مش هتكلفك اي حاجة. اتمنى ان انتوا تدخلوا تشوفوا قناة دينا حبيبة قلبي، قناة سوبر توتي، كل ما يخص حياتك اليومية، وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد عندها. بجد هتتبسطوا قوي 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 يا بنات من قناة دينا، هتعجبكم من مأكولاتها ومشترياتها وحلوياتها، كل حاجة هتعجبكم بإذن الله. اتمنى تدخلوا تشوفوا قناة دينا حبيبتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وهسيب لكم رابط القناة في صندوق الوصف. النهاردة بقى يا بنات معايا وصفة سهلة وجميلة جدا لتفتيح البشرة وتفريح الإيدين. مكوناتها سهلة جدا وعندك في البيت، مش هتكلفك اي حاجة، بتجيب نتيجة حلوة قوي قوي لو استعملتيها باستمرار. الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن معلقة سكر من السكر العادي بتاعنا، وعبارة عن ليمونة، وعبارة عن برضو عسل نحل زي ما احنا شايفين. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل الوصفة ازاي. هنجيب السكر كده زي ما احنا شايفين، وهنحط عليه معلقة من عسل النحل، نحط معلقة من عسل النحل كده على السكر بالشكل ده، وهنقلبها كويس قوي، هنقلبها كويس قوي كده مع بعضها بالشكل ده كده، بحيث انها العسل يمتزج مع السكر بالشكل ده. بعد ما قلبناها بالشكل ده زي ما احنا شايفين، قلبنا العسل على السكر، هتجيبي الليمونة وتحطي الليمونة كده، تخليها تاخدي جزء منها كده على الليمونة، وتبدأي بقى تدعكي بيها ايديكي او تدعكي وجهك بالليمونة بالشكل ده، شايفين، لحد ما تفضلي تدعكي كده لا يقل عن 20 دقيقة، تفضلي تدعكي باستمرار، بتدعكي تدعكي لحد ما السكر يدوب خالص على ايديكي. تاخدي طبقة كده وتدعكي، تدعكي بقى بايدك، بشرتك، المنطقة اللي انت عايزة تفتحيها. وصفة جميلة قوي قوي يا بنات، وهتعجبكم ان شاء الله. وصفة جميلة ومجربة وممتازة، هتجيب نتيجة معاكم باذن الله. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وصفة جميلة جدا جدا، هي على فكرة وصفة هندية، جابت نتيجة مع ناس كتير، وان شاء الله الوصفة تعجبكم. واذا الوصفة عجبتكم اتمنى ان انتوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش في اللايك والشير. وكانت معاكم جيجي من قناة جيجي كل حياتي، وما تنسوش تفعلوا الجرس عند حبيبة قلبي دودي صاحبة قناة
دينا سوبر دودي كل ما يخص حياتك اليومية، وسلموا لي على دودي.